بسم الله، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الـ BIM Implementation من قطر أو في الخليج أو في أي حتة عموما. إزاي إن إحنا ندخل الـ BIM في قلب الشركة؟ ودي نقطة مهمة جدا. إحنا اتكلمنا قبل كده على أهمية الـ BIM وإحصائيات الـ BIM كويس في إيه، وأنواع الـ BIM والدرجات بتاعته 3D 4D 5D. شرحنا الريفت، شرحنا النفس وركس، شرحنا كوانتك أوف. كل ده جميل، بس الناس بتيجي تطبق في الشركة ما بتعرفش، بتلاقي في مشاكل بتحصل لأن هي مش ماشية على أسس علمية. تمام، وكله بيجتهد وكله بيحاول وكله إن شاء الله بيعمل اللي عليه، بس احنا بنشوف بنحاول نستفاد من تجارب عدم نجاح البيم في بعض الشركات. تمام، طيب أنا اسمي عمر سليم، بيم مانجر في شركة UCC، شغال في قطر في مشروع مول في قطر، وعملت بيم امبلمنتيشن في شركات كتيرة والحمد لله الشركات شغالة بيها. فهنشوف ايه الأسباب. طب تعال الأول نشوف ايه المشاريع اللي اتعملت بيم. هنلاقي مثلا في قطر بس القطر ريل اللي هو بتاع السكة الحديد، اللوسيل سيتي، المتحف قطر ميوزيوم، الفيفا. طبعا الاستاد بتاعت الفيفا لازم تعمل بالبيم عشان تبقى اشكال جديده اول مره تعمل جي دبليو ماريوت. تمام، القطر ريل طبعا موجود في قطر كلها، الواحد شاف كتير، اللوسيل بنعدي عليها برضو. انا يعني كل مكان دي مول في قطر اللي انا شغال فيه، السيدرا هوسبيتال، مستشفى السيدرا بنعدي عليها تقريبا يوميا جنب المعرض بتاع قطر، ارض المعارض. تمام، ده قطر ريل اللي هي المحطات اللي هيبقى فيها القطر الموجود ده، مدينة اللوسيل. ده المتحف بتاع قطر، ده أنا ساكن جنبيه على طول، بتاع جان نوبل، من الحاجات الفخمة جدا اللي مكنش الواحد متخيل ازاي هتتعمل، وعملوها ببرنامج بيم اسمه تكلا، لان هو كله انشاء حديد ستيل، فلازم برنامج مخصص في الستيل زي تكلا. اهو ده المتحف من فوق، الملاعب بتاع كاس العالم، عايز واحد هتعمل ملعب فيهم، ونورمان فوستر برضه يعمل ملعب منهم. ده الوكرة، ده البرج اللي هو جي دبليو ماريوت، شكله جميل جدا وشكله فيه فكرة جديدة مختلفة عن الباقي. ده جزء من جامعة، ده اللي فات كان جزء من جامعة قطر، ده مول في قطر. ده سدرة. تمام، احنا كل يوم بنعدي من هنا، وبعد كده بنلاقي قرية أرض المعارض هنا، وجنبيه قدامه على طول في كلية إسلامية اللي واخدة شكل خطير برضو من البنية الفخمة في قطر. تمام، طيب احنا كده فرقنا عن البنية. طب تعالى نشوف البيم امبلمنتيشن ازاي تعمل. في جزء متعلق بيك شخصيا، وفي جزء متعلق بالشركة الشركة نفسها، وفي جزء متعلق بالحكومة نفسها. طيب خلينا نمسك في الحكومة الأول، لأن الحكومة كلام بسيط جدا. الحكومة إيه اللي مطلوب منها؟ أول حاجة إن يبقى في بروتوكول، الدولة تعمل بروتوكول. طب واحد يقول لي الحكومة مالها؟ الحكومة لازم بتشرف على أي أعمال بناء، لازم هي اللي بتدي تصريح البناء، هي اللي بتدي تصريح إن المبنى ده يشتغل، تدي له الكهرباء، تدي له المية. فهي تقول إخواننا انا مش هجبركم ان انتوا تشتغلوا بيم دلوقتي، لان عدد الفاهمين بيم مش كتير، بس انا هديكم مهله مثلا 5 سنين. ده اللي عملته بريطانيا، قالت من اول 2016 مش هستلم اي لوح غير بيم. بيم يعني اي برنامج يكون معتمد، اي عنصر فيه معروف هو ايه، يعني تعمل سيلكت على اي عنصر تعرف ده نوعه ايه، لما تعدل في اي جزء من اجزاء المبنى يتعدل في بقيه اللوح مره واحده. لو انت عملت الخصائص ديت يبقى انت كده عامل بيم، سواء شغال بقى باي برنامج، ما لناش دعوه بالبرامج. احنا ما كانش سوفت وير، احنا هنا بنتكلم الجزء اللي هو ملوش علاقه بالسوفت وير. تمام، فهي ده المفروض بتحط قوانين، بتحط بروتوكول الناس تشتغل عليه، زي سنغافوره
عامله كود روعه، استراليا، امريكا، الان بي اي ام اس، بريطانيا، المانيا، فنلندا، الدول دي كلها عامله بروتوكول. دلوقتي تقريبا مفيش ولا دوله عربيه لغايه دلوقتي عامله بروتوكول حسب علمي، لو حد يعرف يقول لي. ميك بيم، نخلي البيم اجباري زي بريطانيا. جيف هدي شويه مزايا للشركات اللي هتشتغل بيم، اي مزايا بقى، اي مزايا الدوله تشوفها. احنا دي كلها اقتراحات، الدوله بقى ممكن تقول لك ايه، اخواننا اللي هيعمل فيلا بيم هديله مثلا ميزه ان هو يقدر يبني مثلا مساحه اكبر مثلا في البنت هاوس، يقدر ان هو يزرع ما يزرعش، يعني تديله اي ميزه، مش هياخد منه العوائد او الفوائد او الضرائب، اي اسم بياخده عشان ياخد فلوس. تقول اخوانا اللي هيعمل الموضوع دوت هدخله الميه مخفضه، هعمل له كذا على حسابي، يبقى في ميزه تشجع الناس انها تاخد البيت. يبقى انا لازم اعمل بروتوكول، ادي فتره سماح، لان بعد كده الناس تبقى اجباري تشتغل بيم. الموضوع مش مكسب شخصي ليا، الموضوع لو مكسب شخصي ليا ما كنتش شرحت الحاجات ديت، ما كنتش شرحت ريفت، كنت يعني عدد قليل اللي عارفه. لا الموضوع خير للكل ان شاء الله. الموضوع ان هو هيوفر كتير جدا للدوله وكان للشركات وللاشخاص، فالموضوع مهم جدا، واللي ما كانتش الدول كلها اهتمت بيه. بس يمكن الحكومات مشغولة شوية، العربية في حاجات كده فمش فاضية له. يمكن هما الاتنين المهتمين بيه شوية، الإمارات، وهنشوف إن دبي خلته إجباري، وقطر في جامعة قطر مهتمة بيه جدا. وكلمنا في المدونة OMR@blogspot بالتفصيل عن قطر إزاي مهتمية بيه. ده هنا وزير العمل في بريطانيا بيتكلم عن أهمية البيم، وعندنا برضو أوباما ادى كلام بكيف في أهمية البيم. أوباما اتكلم في أهمية البيم إن هو مهم جدا للدولة الأمريكية. ده الخطاب بتاع بلدية دبي، إن هو لازم مش هستلم أي مبنى يكون اتعمل غير لما يكون في ملف بيم، بالذات المباني اللي هي ارتفاعها أكتر من 40 طابق، مساحتها أكبر من 300,000 قدم، اي مستشفى، مستشفيات وجامعات، اي حاجه من مكتب اجنبي لازم تكون معتمد بيم. تمام، فانت عارف كل الدول العربيه بتقلد بعض، فان شاء الله هتلاقي ده اتطبق. ابو ظبي خلاص اقتنع بس صيغ الطريقه. تمام، في بعض الدول بدات تفكر في الموضوع، والله المستعان يعني تتعمل كشركه. في شركات كتيره جابت صف واشترت اجهزه وصرفت كتير جدا جدا على البيم وما نجحش بصراحه، وبدون ذكر اسامي. تمام، ومش هقول اسم يعني، مش عامل زي استاذنا يعني الدكتور بيما فيك كان بيهزر حابب يقول الاسم، لا مش هنقول الاسم. تمام، طيب اول حاجه انت محتاجها ان انت يبقى في بيم ليدر، ما ينفعش تجيب بعض الاشخاص وتبدا تشتغل مره واحده، لازم يبقى فيه اللي هو زي لو في فرقه موسيقيه واحد بيمسك العصايه كده وبيقعد يمين وشمال يمين وشمال، ما اعرفش بيعمل ايه، بس تحس ان هو ايه بيعمل انسجام بين الفرقه. ده مهم جدا، لان في بعض الشركات جابت الناس خدوا كورسات بس كلهم نفس المستوى، كلهم ما فيش حد يرجعوا له، كلهم اول ما تجي لهم مشكله بيلاقوا مشكله اول مره تواجههم. فلازم يبقى فيه واحد ليدر يقودهم، او بنسميه بيم مانجر بيقودهم في المشروع اللي موجود في الشركه. وننسق مع بعض، لازم البيم يكون متفق مع الرؤيه بتاعت الشركه، يكون متفق مع جميع الاقسام، يكون متفق، يعني ما ينفعش يكون هو شغال لوحده ويقدر يعمل حصر ونلاقي في قسم حصر كبير قوي ويصرف عليه كتير و و و الحاجات دي كلها. خطه البيم اللي تتعمل تكون متفقه مع امكانيات الشركه في الوقت دوت. تمام، ممكن يكون اللي عمل بيم مش واخد باله من الشركه دي مثلا ظروفها ايه السنه دي، ممكن تكون واخده مشروع كبير واخده مشروع صغير، فلازم يبقى عارف كل حاجه ويكون الخطه محطوطه للشركه دي. تمام، يعني احنا بنحاول نعمل خطه عامه للشركات كلها، بس ممكن تكون معموله لشركه متوسطه، ممكن يكون في مشروع معين محتاج امكانيات اكتر. تمام، ندرس كل الوثائق اللي موجوده ونقارن بينهم عشان نعمل احسن خطه بيم. احنا متوقعين ايه من البيم؟ دي نقطة مهمة جدا.
لازم نبقى عارفينها. يعني الاداره تقول لنا والله قول لنا ايه البيم، فاحنا نقول لهم يقدر يعمل كذا كذا. طب انتوا متوقعين ايه مننا؟ والله احنا متوقعين منكم 5 حاجات. لا والله، طب ال5 حاجات دول احنا نقدر نعمل منهم 3، وفي 2 فيهم مش هينفعوا دلوقتي، بس نقدر نعمل لكم 3 حاجات تانيين اقوى منهم وحاجات كويسه، بس الاثنين دول في ظروف هتمنعنا مثلا ان احنا نعملهم. يعني نبدا نتفق من الاول احنا عايزين ايه، لان ساعات بيبقى مدير الشركه متوقع مثلا البيم دوت بيشتغل لوحده، بتسيب الكمبيوتر بيخلص لوحده، فيقول لك ايه انا عايز من كل موظف يعمل لي برج لوحده. يا عم ازاي يا عم؟ لا هو مش سحر ولا حاجه. انا فاكر مره اشتغلت في شركه، كنت لسه رايح وفتح الكمبيوتر ما كانش سامع شغل، ففتح فيديو كده تعليمي، وبعد كده المدير بيقول لي تعالى اقعد معايا هناش حاجه. فانا خرجت والناس شايفه الماوس بيتحرك وفي حاجات عماله تتغير، ويعني مش عارفين ان ده فيديو. بيقول لك يعني اقتنعوا ان الفيديو، ان الريفت بيشتغل لوحده، مجرد ان انت بتستخدم البرنامج وتدوس انتر، تروح بقى تاكل، تروح تنزل على القهوه، تيجي تلاقي شغل خلص. تمام؟ فلازم نكون متفقين هو يقدر يعمل ايه، وانت الشركه عايزه ايه؟ هل الشركه عايزه تقلل التكاليف؟ هل هي عايزه تقلل الكليم؟ عايزه تحسن التسليم؟ عايزه يعني في واحد عايز البيم كله عشان الحصر. يا عم طب الموديل لا، انا عايزه حصر بس، ركز له على الحصر. انا عايز، انا لسه ما خدتش المناقصه، فعايزك تعمل لي الحصر بس. تمام؟ انما انا مش حاسبك على الموديل، مش حاسبك على حاجه خالص، ركز لي على الحصر، هو ده اللي انا محتاجه دلوقتي. في واحد عايز منظر جميل، هو الشركه بتاعته معتمده على كده، عايز برزنتيشن حلو، فبنعمله على الريفت، ونعمل رندر مثلا على 3 دي ماكس، على اي برنامج بلندر، اي حاجه. تمام؟ فلازم نكون متفقين احنا عايزين ايه. دي بقى النقطة المهمة. ايه رأيكم؟ نبدأ بإن احنا كل الناس تتعلم ريفت، ولا نبدأ بمجموعة بسيطة نركز فيها نشرح لها ريفت؟ هي مبدئيا انت مش هتمنع علم عن حد. تمام؟ يعني نقول يا اخوانا اللي عايز ياخد دروس الفيديو، انا على فكره لو دخلت على الويب سايت او دخلت على اليوتيوب، القناه بتاعتي اسمها انج ويب 13، انا بحب رقم 13 بتفائل بيه. فانج ويب 13 هتلاقي فيه فيديوهات شرح الفيديو كله، شرح الريفت والنفس وركس والكونتجو، كل البرامج اللي هي شغاله في البيم اسمعها كلها، اديها لاي حد، ما تمنعش خير عن حد. بس هي الفكره كلها لو انا اديت للناس كلها ريفت، طب حد فيهم وقع هيروح لمين؟ و والحاجات دي كلها. النقله من الكاد للريفت عند بعض الناس ما بتبقاش سهله. تمام؟ فهو الاحسن انت بتشوف اكتر ناس كانوا شاطرين قوي في الاوتوكاد، او اكتر ناس عندهم شغف بالبيم، وتبدا تشرح لهم. تمام؟ يعني انا هبدا ايه؟ انا مثلا عندي الشركه 100 واحد، اروح واخد من كل قسم كده 2، واحد 2 معماري، 2 انشائي، 2 كهروميكانيكال، 2 من الاوفيس بوي يعملوا لهم شاي وقهوه، ونبدا نفكر دول معزولين في مشروع صغير مش مزنوق في الوقت، اشتغلوا بيم، اعملوا لي بيم كويس مش مشكله الوقت. تمام؟ يبداوا يشوفوا المشاكل ويشوفوا الحاجات الصغيره كده، يبداوا يحلوها مع بعض، بحيث ان لما يشاركوا كلها 2 البيم ده، في ناس والله خبره، دول بقى اللي نبدا نسالهم، والله طب عندكم الفاميلي ديت، طب دي تعمل ازاي، طب الملف الريفت بيضرب معايا، طب الكمبيوتر بيسخن، طب انا مش عارف ادخل على الفيسبوك ازاي. يعني تبدا يستفادوا من تجارب بعض ومن خبرات بعض. تمام؟ وفي نفس الوقت اي واحد مش من الفريق الصغير دوت عايز يتعلم ريفت، الفيديوهات موجوده، اللي عايز تعمل تشتغل مع نفسك وبتاع، بس احنا مش عايزين في الشركه كلها تحول ريفت ونلاقي الاوتوكاد وقع فالشركه وقعت. لا، واحده واحده هتنقل الريفت. يعني اللي متسرع لا ظهرا ابقى ولا وصل للمكان بتاعه. يعني اللي بيقعد يترك الدابه بتاعته ويقعد يمشي بيها يمشي بيها وما يريحهاش، هتموت في النص، فمش هيبقى وصل للمكان بتاعه في نفس الوقت ما حافظش على الدابه بتاعته. تمام؟ الهاردوير انت احتمال يعني تفك الكيس كده ومن تحت البلاطه وتشتري الجهاز يقوم البرامج الريفت. تمام؟ برضو هيفيدك بقى البيم ليدر، ان هو هيقول لك والله البرنامج دوت مش مركز على الرامات، فاحنا ممكن نقلل الرامات ونقوي البروسيسور. لا احنا ممكن نقوي الرامات ونقلل البروسيسور،
بيبقى دارس الهاردوير بتاع البرامج اللي انت شغال بيها، فيقول لك احسن امكانيات ايه. طبعا احسن حاجه الاتش بي، في بعض الموديلات دي متخصصه مش بي سي، مش كمبيوتر شخصي، مش بيرسونال، لا بتبقى حاجات محترفه ان هي متخصصه انها تشتغل مع البرامج الهندسيه اللي محتاجه ريندر عالي. ده الجهاز بتاعي في الشركه، او يعني صوره من نفس الموديل. تمام، ده جهاز ورك ستيشن. ورك ستيشن اجهزه قويه جدا بتستحمل، تمام، بتقدر ده رندر ما بتنكش بسرعه. تمام، الشركه المفروض تعمل ميك ستاندرد تمبليت ليها. ايه هو التمبليت؟ التمبليت ده ملف فاضي ما فيهوش شغل خالص، بس يبقى فيه اعدادات جاهزه، بدل ما كل شويه ابدا مشروع، ابدا اظبط اليونت، وابدا اظبط في فاملي معينه بحتاجها، في شغل بحتاجه، لا على طول بروح انا قايل له ايه، انا الستاندر اهوت ببدا شغال بيه. ممكن تعمل كذا ستاندر، تقول مثلا الستاندر ده للفنادق، الستاندر ده للفلل، وان شاء الله الامور تمشي. ده ان احنا نربط البيم تيم، الفريق بتاع البيم، بكل اقسام الشركه. يعني ما ينفعش يبقى فيه زي ما قلنا قسم حصر وشغال وشغال من الورق وبيصرف عليه كتير، وفي الاخر ما بيستفادش من قسم البيم. لا، يبقى كل الاقسام عارفه هي تدي ايه للبيم وتاخد ايه من البيم. يبقى هو متوقع منك انا مش هبدا اشتغل، يعني زي ما كان في الاوتوكاد كان بيشتغل، وكان في ناس بتشتغل ماكس على جنب بيعملوا بس ايه الازار، الازار المعماري. لا، الازار المعماري هياخد منك الريفت 3 دي دوت او ملف البيم 3 دي، ويبدا يعمل له ريندر بحيث ان هو يطلع شكل جميل. تمام، مش طبعا مش هيعمل حاجه، يفضل طول اليوم يلعب وهو الزرار بيدوس عليه، وطول ما الجهاز بيعمل ريندر شغال. يعني المفروض الناس اللي هي متخصصه الريندر دوت في جهاز ريندر جنبيهم يشغل ريندر لوحده، وهو يبدا يشغل الكمبيوتر. كل شويه لازم نعمل ارشيف للشغل بتاعنا، ونقول ايه الصح اللي اتعمل وايه الغلط اللي اتعمل. ايه الفايده لما شركه تقول لي انا خبره 40 سنه او 50 سنه في السوق وعماله تفتخر، بينما هي ما استفادتش من الاخطاء بتاعتها وكل سنه بتكرر اخطاء. لا، لازم في دفتر صغير، والله انا غلطت في كذا، انا غلطت في كذا، في اليوم كذا كان المفروض يحصل كذا وحصل كذا. تمام، من غير ذكر اسامي خالص، مجرد بس يعني ايه اسم الشهره بتاعه، ويتعمل له تاج على الفيسبوك يعني بحيث يبقى معروف هو مين. تمام، انا على نفسي بعمل كده معاك كشكول، والله انا نسيت، لا بعمل الدايمنشن من نص الحيطه، من قلب الحيطه، يعني ببدا اكتب ايه الحاجات اللي انا غلطت فيها، وكل مثلا شهر ببص كده الغلطات ديت افتكرها عشان ما تنساهاش وتعملها تاني. تمام، يعني مش عيب ان الواحد يعملها، ومش عيب الشركات الكبرى كلها بتعملها، حتى مايكروسوفت بتطلع كل سنه دي ال10 غلطات اللي احنا عملناها، وبيل جيتس بيطلع بيقول والله انا غلطت في كذا، انا غلطت ان انا حسيت ان الانترنت ده تافه وما اهتمتش بيه مثلا، بيقول الغلطات بتاعته. المفروض كده ان انا خلصت، بس اللي انا عايز اقوله ان ده كان المفروض باوربوينت لسه بحضره. كشخص ازاي تبدا تدخل في مجال البيم؟ اول حاجه في شويه محاضرات نظري اعملها على الموقع بتاعي، حاول تسمعها، هي المحاضرة كلها بفلوس، سواء سمعتها في المدونة أو هنا أو هنا أو نزلتها وديتها لحد، هي ببلاش، ما فيهاش أي مشكلة خالص. حاول تسمع تفهم فكرة البيم، يعني ما تدخلش في برنامج من غير ما تفهم بيم، وإلا هتستخدمه غلط، هتستخدمه كأنك بتستخدم أوتوكاد. حاول بس تفهم إيه فكرة البيم، إيه المطلوب منه، إيه الحاجات دي كلها، هنشرحها فمش عايزين نكرر فيها. حاول تشوف إيه أحسن سوفت وير تشتغل بيه. مفيش مشكله خالص لو انت اشتغلت برنامج سوفت وير والشركه طلبت منك تشتغل بواحد تاني، لان هي كلها فكره واحده، لو عرفت واحد كويس هتلاقي سهل تتعلم التاني. انا البيم مانجر اللي كان عندي في الشركه لما اتعين ما كانش يعرف حاجه عن ريفت، ودي حاجه يعني تحسب له حاجه كويسه جدا، هو كان اتعلم يعني بروفيشنال في برنامج تاني، وعنده القواعد الاساسيه السليمه في البيم، فيقدر يدير اي مشروع. حتى لو راح وقالوا له احنا هنشتغل ببرنامج مثلا تيكلا وبتاع، هو عنده قواعد وسهل ان هو يتعلم سوفت وير، يتعلم سوفت وير سهل جدا، فيقدر يدير الشركه. فان انت اتعلمت مثلا نفس وركس ورحت البرنامج تاني بديل ليه، هتلاقي نفس القواعد ونفس الفكره ونفس كل حاجه تيبيكال، هتاخد منك اسبوع ان انت تفهم الفرق بينهم وتشتغل بيه. انت ما تعرفش الشركه، وحاول تشغل البرنامج اللي الشركه شغاله بيه. يعني انا دلوقتي الشركه قالت لي احنا هنشتغل ارش كده في نفس اليوم، هتعلمه واروح شغال بيه، ما عنديش مشكله خالص.
تمام. يعني المهم انت فاهم الاسس العمليه وفاهم الفكره بتاعتها وفاهم كذا، وتعمل بقى باي زرار مش مشكله تمام. وبعد كده بتعلم سوفت وير كويس، بتسال في السوق وتشوف السوق طالب ايه. يعني ممكن تكون انت شايف ان في برنامج كويس بس هو السوق مش شغال بيه. انا كنت شغال برنامج اسمه ماجيك كيد، ده برنامج فنلندي قوي جدا بالذات في جزء الام اي بي، بس لما شغلت بيه لقيته مش معروف في مصر. فلما بروح اعمل انترفيو اقعد اقول له بقى ماجيك كيد، يقول لي ايه ماجيك كيد ده، انا ما سمعتش عنه، انا سمعت عن برنامج كذا. طب الخلاصه انتوا بتشتغلوا بايه؟ انا بشتغل بكذا، خلاص انا هشتغل البرنامج اللي انتوا شغالين بيه وهطلع لكم شغل انتوا عايزينه. فبدات اشتغل ريفيت وتعلمت الارشيكات برضه، لان في بعض الشركات بتطلب. فمش مهم الفكره ما دام انت عارف النظريه كلها وعارف فكره البي ام اي وفاهم الشغل بتاعته. بعد كده بقى بتبدا تتعلم ازاي تتعامل كتيم تمام. يعني دلوقتي بقيت اعرف استخدم البرنامج، بس كتيم بقى لان العماره مش هيبقى فيها كهروميكانيكال بس، لا هيبقى فيها معماري وانشائي ومبنى بيبقى كبير، فمش واحد بس اللي يعمل مثلا العماره، لا لازم معاه كذا واحد. فازاي نقسم الشغل بيننا؟ ازاي البيم بيشغل ملف واحد؟ ازاي كلنا شغال على نفس الملف تمام. يعني دي بس كانت مقدمه سريعه، اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط، واشكركم على حسن الاستماع. حد عنده اي سؤال؟